وش حكي احنا نحكي واحلى وقت كنا نقضي برنامج الشباب كل شي تلقى بيه وش حكي خوش حكي خوش حكي احنا نحكي خوش حكي خوش حكي خوش حكي احنا نحكي شلونكم؟ نرحب بكم من جديد بحلقة جديدة من برنامج خوش حكي اللي يجيكم على يوتيوب فيسبوك انستغرام كل خميس حلقة جديدة. عندنا أسئلة الشارع وأيضا فقرة كوني أنتي وأكيد عندنا المشهد الكوميدي وأيضا عندنا تقرير يوم في حياة الفنان علي جمال. ما أنسى فقرة جديدة على باب الله وبالإضافة إلى فقرة كلمة وحوار وأيضاً عندنا تقرير عن الكاتبة سارة الربيع. وهسه إحنا وياكم ننتقل ونبدي بأولى فقرات حلقتنا لهذا الأسبوع بأسئلة الشارع. يلا نبلش. بالتزامن مع انتشار هذا الفيروس عند تجوالك الآن في ساحة التحرير أو في كل ساحات الثورة في العراق ستجد هناك وعي كبير عند شباب للوقاية والاحتراز من هذا المرض. الناس يعني ما أعرف ماخذ المرض بحيل صدر ما أعرف شنو. إحنا مو انتحاريين اجينا هنا، إحنا واعين جدا إنه هاي المخاطر هذا المرض كله كبيرة. اتخذنا عدة إجراءات، أولا بلشنا بورشات عمل لتوعية المتظاهرين، وطبعا فرق جوالة كانت عندنا تعقيم التوك توك، تعقيم المحلات التجارية، تعقيم المفارز، لأنه تعرف إحنا هنا يعني بحالة حشود شوية ضخمة. من تعقيم من محافظة على النظافة، توفير كمامات، توفير معقمات، وتوفير كوادر طبية خاصة تعقم الخيام، كل الأمور الوقائية اتخذناها هنا، وهي الوقاية خير من العلاج. تعقيم الخيام، تعفيرها، كذلك تعقيم الأشخاص من خلال عمل غرف للتعقيم للوافدين إلى الساحات. إحنا مثل ما تشوفون كنا قبل شغلنا استكاين قزاز، أماعيننا قزاز، لغيناها. هسه قلاصاتنا سفري حتى نحافظ على صحة المتظاهر اللي يجي يشرب شاي يمي. قضيتنا أكبر من أنه تنهيها الكورونا أو الفيروس الدخيل، هو على موضوعنا هنا. هاي الثورة مستحيل تتي بهالشيء، من كان مرض من كان شيء، أكو جهات كلش هذا الأخبار تتوعي بيها، تذب لك من حكي أنه على أساس حتى نهزمون أنه هذا المرض حينهي عليكم. ثورتنا باقية ومستمرين لحد ما نرجع لبيوتنا وإحنا ويانا حقوقنا. حلو، شكرا لكم. من أسئلة الشارع خلونا نروح، راح نروح نشوف تقرير عن حياة الفنان علي جمال. هلا وشباب، شلونكم؟ وياكم علي جمال من سكنة بغداد، مواليد 96، خريج معهد تكنولوجي، حاصل على شهادة دبلوم، وحاليا بكالوريوس هندسة معمارية. فنان تشكيلي، عندي عدة أساليب وابتكارات وأشهرها هي بالدبابيس. من مبدأ خالف تعرف حبيت أختلف بالرسم خاصة بهالطريقة اللي هي ما موجودة صراحة. الرسم بالدبابيس يحتاج جهد ووقت، مثل لوحة الموناليزا استغرقت جهد تقريبا 3 أسابيع وعدد دنابيس 8000. وعندي أعمال أخرى أهم يعني بالدبابيس، واحدة من عدهن 12000 دنبوس. بالإضافة لعندي أساليب أخرى من الرسم، مثل رسم بالتيب رسمت بي بيكهام، والرسم بالفلين اللي هي رسمت بيها وجهين للشهيدين صفاء وأحمد مهنة، ما اجتمعوا على واتفقوا على شغلة واحدة هي حب الوطن. فكرة دخول الوسط الفني جاءت نتيجة أفكار تراودني دائما أثناء ما أروح للنوم، أثناء ما أكون وحدي، أثناء ما بالسيارة أنا. فمن خلال هذا الشيء بقيت أبحث
اطلع واسال اروح اماكن من خلال هاي افكار، فكره منها فكره منها، انت راح تطلع الفكره الثالثه. اكو صعوبات واجهتها باللي اعمال الجاي اشتغل بيها مثل الدبابيس. الدبابيس دائما تجي بالوان ثابته، الوان اكو محتاجين مرات مثل الاخضر والمرات الازرق ما تاجين، فاضطر اشتري ابيض واسود فقط، وها اجيب بكميات كبيره يعني، فاقعد اصبغ لون لون. وبقيه الاعمال هم كذلك دائما تواجهها صعوبات بيها مثل التياب والفلين، بس دائما اكو خطه بقى. بغض النظر عن جماليه اللوحه واللي جاي قدمه من فن، هي ممكن تساعدك بالمستقبل ماديا، مثل ما تعرفون انه شويه ظروف والمستقبل مجهول، فممكن هذا الشيء يساعدنا انه ماديا بالمستقبل انه اشتغل باللوحات في الاعمال الفنيه، اشتغل على الطلبات ولا بس توفر لك ماده. وحاليا جاي اشتغل على عمل سميته بلاد الوريدين. صراحه من كثر ما صار دماء بي، كثر ما طن الشهداء، بدال تحول هاي النهرين الى وريدين. حاليا لوحة بدأت تكمل، شرفت على انتهاء هاي اللوحة، جسدت فيها خريطة عراق، لكن النهرين ماتي صارن وريدين، صارن متلونات بلون الأحمر من كثر ما طن الشهداء، من كثر ما صار شوق راحت، صارت بدل بلاد الرافدين صارت بلاد الوريدين. بعد ما يكمل كل عمل راح نشره على التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك انستغرام، وصراحة ألاقي إعجاب هواي من متابعين، وهذا الشيء يخليك تتقدم أكثر. فهاي المواقع التواصل الاجتماعي صراحة صارت جزء من حياتنا، فهي صارت النافذة اللي نشارك بيها أعمالنا بغض النظر عن المهرجانات اللي نشارك بيها أو الندوات أو معارض. تعرفت على اصدقاء هواي من خلال شيء، عرفت هواي ناس، عرفت هواي فنانين، وخاصة بأيام الثورة هاي الأيام صراحة بيها مواضيع هواي، ومن خلال الفن نقدر نوصل رسالة. الفن رسالة، الثورة تنجح فنانينها مثقفيها بكتابها، وأجمل ما بالفنان والفن هو أن تصنع شيء من لا شيء. شفنا علي جمال، شكرا علي جمال، شكرا لكل ما قدمته من فن وعطاء. من علي جمال الروح مصطفى، الروح لكوني انت. يلا بيوم امراه عالميه احب اهني جميع نساء العراقيات، وكوني امراه عراقيه فخر الي، فخر جميع نساء العراقيات. كل عام وانت الخير كل، إذا أمنا وإذا أختنا وإذا صديقتنا وإذا خالتنا وإذا عمتنا، كنا نحبكم. أنا اليوم كمرأة عراقية لي وجود اليوم لإثبات هذا المجتمع، وأنا كمرأة عراقية لي دور كلش مهم في بناء بلدي، لازم أساهم وأشارك وأساعد أخوتي المناضلين في ساحات التحرير وساحات الاعتصامات. اليوم أثبتنا إنه إحنا ممكن نوقف مواقف مشرفة ويا الزلم، ممكن نقوم بهذا المجتمع. المرأة بالعراق صار لها دور كلش كبير من زمن، بس نقدر نقول ورا الثورة صار لها شيء أكبر، نقدر نشوفها بالعملية السياسية، لأن دورها كلش مهم بالنسبة لنا، وهي كل شيء بالنسبة لنا، هي الأم، هي الأخت، هي هواي أشياء، يعني بدونها إحنا لا شيء، إحنا مو موجودين أصلاً، يعني هي لو أمي موجودة أنا مو موجودة. يعني أقدر أختصر المرأة بأربع كلمات تقريباً مو ثلاثة: حنان وطيبة وشجاعة وقوة. ولو ما المرأة ما يكمل مجتمعنا. لهنا انتهت فقرة كوني أنتي لهذا الأسبوع، وبعدنا مستمرين وياكم وباقي فقراتنا، وننتقل وين مصطفى؟ أكيد راح نروح نشوف تقرير عن الكاتبة والإعلامية سارة الربيع. هلو، أني سارة. منو هي سارة؟ سارة إنسانة بسيطة تبحث عن النجاح وتعتمد على نفسها. طفولتي يمكن يوم ما عاشتها أي إنسانة مثلي، غريبة شوية. أنا تربيت بين رجلين اللي هو والدي الله يرحمه وأخويا، رادوا يعطوني هذه القوة
بما انه اني يعني عايشه بين رجلين، ففعلا انا اخذت هذه القوه استمديتها منهم. لذلك اليوم انا فعلا من يسموني يقولوا لي انت فعلا شخصيه قويه. بدايتي كاتبه، يعني بدايتي كانت كلش بسيطه، يعني خلقت اجواء نفسي انه اكتب. والدي ما كان مقتنع بانه انا كاتبه، ما كان مقتنع بانه انا ممكن احصل ادرع وتجي من دول واكون انا كفائزه اولى من ضمن 10 الاوائل بخاطره. هذا الموضوع كان ما مستقبله او ما متوقعه. بالتالي انا يوم خليته من داخل البيت، كنت انا كاتبه داخل البيت، حققت هذا الطموح. كتاب قلادة الجيل يحكي عن 3 اجيال، جيل الماضي والحاضر والمستقبل. حاولت اجمع هذه الاجيال، شنو الفكره المتباعده ما بين الجيل الحالي والماضي والمستقبل، شنو الاشياء المتقاربه من تصرفات، من افكار، من قصص، شلون وفرته بعده اماكن. هذا الشيء صار مسؤوليتي انا، يعني انا طبعته، يعني اعتمدت على دار نشر انه ينشر كتابي بعده اماكن. وفرته بالبدايه بيئه المتنبي، وحاليا انا بالمولات وفرتها. اعترف السوشيال ميديا اني كلش يعني مهمله بيها. السوشيال ميديا هي فادت هوايه ناس، بس اني مقله بهذا الموضوع. بالتالي هسه يمكن بسبب كتابي، لان احسه يحتاج ترويج اكثر من مكان، فاستغليت شويه السوشيال ميديا. الكتابات اللي انا اكتبها دائما او غالبا تكون هي انعكاس للواقع. شوية راح أقرأ لكم من حكم اللي أنا كاتبتها بختام الكتاب. كتاب قلادة الجيل يقول: في القلب والعين رابط متكافئ يترجم لنا لغة لم يكن لها قاموس. يلا نكمل. لا اليوم خوش مخضر بالسوق. هذا المسواق سوقته أني. الكتابة ما بيها قواعد كثيرة، يعني قاعدة بسيطة يوم أي شخص يقدر يعتمدها هي القراءة. لأن احنا كنا سامعين الحكمة اللي تقول أقرأ ثم أقرأ ثم أقرأ ثم أكتب. صار لك شيء قد بالتحرير؟ من 1 إلى 10. الناس قلت بيها بهذا المكان؟ لا ما قلت، بس أنت لما بتفوتين أنه تحسين أنه هذا البيئة هي بيئتك. برأيي الشخص المبتدئ اليوم بأي مجال، موهبة، ممكن مهنة، اتركوه انه يوصل للي هو يريده، اتركوه انه يغامر حتى يقدر ممكن يبني لنفسه شيء انتم ما تقدرون تبنوه له. اعتقد فعلا تغيرت نظرة المجتمع للمرأة العراقية بعد التظاهرات اليوم، بعد ما ثبتت نفسها، بعد ما ثبتت رسماتها وكتاباتها. اليوم هي ثبتت جدارة، دائما هي المرأة العراقية هي ثابتة جدارتها بأي مكان، لكن الثورة اللي صارت بالعراق حاليا هي اليوم نطت الحق الأكبر للمرأة، وثبتت أنه المرأة اليوم العراقية لها دور مهم وفعال بهذا المجتمع. بعد ما شافوني صحفية ناجحة، يعني على أقل تقدير ممتازة أو جيدة، طلبوني الإعلام. ما كنت أنا قالة ببالي الإعلام، بس همينة حسيت إنه لازم أجتهد، وفرصة إجتني ولازم أستغلها. نصيحتي اليوم لكل امرأة ولكل بنت، اليوم من تشوفين إيدك تكتب، ترسم، تخيط، تعزف، أي شيء تشوفيه بها كبداية، حتى لو رسم بسيط، كتابة بسيطة، اليوم أنت اكتشفي هذه الموهبة، اكتشفي نفسك، لأن ما حد راح يكتشفك. شفنا سارة وتعرفنا عليها، من سارة؟ راح نروح؟ نروح إلى فقرة مصطفى، نشوف مصطفى شنو محضر لنا في فقرة على باب الله. يلا تعالوا. هلو، شلونكم؟ أرحب بكم من جديد في فقرة الجديدة على باب الله. موضوع حلقة اليوم كلش مهم، بما أن الطبقة السياسية تأخرت بتشكيل الحكومة ويردون يخلون واحد ولحد الآن ما مدبريها، شنو رأيك تصير أنت رئيس وزراء؟ تعالوا نشوف آراء الناس في الموضوع وراجعين. أخوي العزيز بالعراسات. تفضل حبيبي. تسلم حبيبي. يا مليون هلا. شلونك؟ يا هلا بيك. يا هلا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. بدي اسألك سؤال بس جاوبني بكل صراحة. رحمل ابوك. طول عمرك. بكل صراحة. اي. لو هسه انت خلوك رئيس وزراء، ايش راح تسوي؟
رئيس وزراء؟ رئيس الوزراء غير مسؤوليه. والله العظيم ما خلني افكر. كعمل كشغل اسوي شركات اسوي المعامل اخلي هالشباب تشتغل عماله اللي يشتغلون غير شيء القاعدين من الزوجين ما عندهم بيئه او فتشيها كلهم يشتغلون اللي ما عنده تعيين عينه حلو المطلقه الغير راتب يسوي لها يعني الراعي كل فات المجتمع لا طبعا من ناحيه الكهرباء من ناحيه الشوارع اللي عندنا من ناحيه الخدمات هاي تصير الفول بعد خلوك رئيس وزراء انت خوما بعد تلبس قميص وشوف خلي ورا وهاي لا لا شنو لاعب مسلتي لا طبعا لا والله تقوم ايش تلبس تلبس يعني بس خاط وما العب قالوا لك يا يا رئيس الوزراء تعال القي كلمه ايش راح تقول بالكلمه اقدم لكم نفسي نعم المرشح لرئاسه الوزراء نعم شلون اسمه علقت طبعا اكيد ابدي بكلمه طيبه شلون هاي الكلمة؟ يعني انا اقول لهم يعني اعطوني مهله وانا ورا المهله لازم اذا ما سويت شيء حققته اطلع بدون يعني هذا حلو بدون ما قبل حلو عجبتني كلام اي كلام كلام على ورق حلو ايوه عجبتنا ما الكلام على ورق عجيب سيفه جاي شكرا تحياتي ربحت وياي جائزه راح اوصلك ببلاش بعد شي تريد ممنون الله يوفقك وصلت وياكم لختام فقرتي على باب الله بالبرنامج خوش حكي شكرا لكل الشباب اللي شاركوني هالفقره وان شاء الله يا رب تعجبكم. ها شنو مصطفى؟ شوفي سويت بالعالم. مهم ماني مهم. نروح الى المشهد الكوميدي بهاي الحلقه ونشوف شنو محضرين الشباب من مشهد كوميدي. يلا نروح. يعني واضح حظي؟ وجهي ما بي اشاره، الستلايت ما بي اشاره، الشارع ما بي اشاره، ما تشوفوا الازدحامات كثرانه؟ كل شيء بدون اشاره. اختي لميعه؟ الو؟ عيوني لميعة مشتاق لك موت وروح على امي ها ابو العز صارت عندك كورونا شلون راح ازفكم زفه اس امشوا وراي لابو العز تفضلوا تفضلوا كورونتنا اصيله وحيل مزيونه ما تعبك ابد بتطب دربونه تصعدها العجوز ترجع صغيرونه ويا شارع تطب ترفع الراس ويا شارع تطب ترفع الراس يا شارع تطب ترفع الراس هوب هوب لك مصطفى جاي تحتفل واني حماوة عندي صاعدة سهلة بالحين سهلة شلون انت الواحد ابو رادية ترات اشيشها وترجع بلادية يلا اخوان ويا شارع تطب ترفع الراس هوب 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 زين وش صدرني خرخش يا بسهلة قاسم حديدة شلون ابو صدر بالصناعة يرجعها تمشي قزازة يلا اخوان ويا شارع تطب ترفع الراس باب 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 زين والتكسير شلون بابا سهله شو تريد يا غير 81 بي صاعد لكزس سهله سهله عادي بس يا شنو تبقى سياره اصيله تفتر بها العراق كله يلا اخوان ويا شارع تطب ترفع الراس باب 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 لك بابا يا سياره لك كان بي فايروس كورونا خلي سهل اخذك للربيعي افرمتك شلون عندهم برامج مال فرمته يرجعوك بلادي يلا اخوان ويا شارع تطب شبيك فايروس كورونا عمي انا اختي لميعه قالت افرح ابو النسب صارت عندك كورونا لك بابا انت غلطان بالعنوان صار بيها فيروس كورونا مو كورونا زرت ليش ملابس جفوف ليش ملابس كمامه ليش مسامح بديتول بعد ما يفيد الفاس وقع بالراس حلو مصطفى لا رازعين وبقوه انت وابو العز اشكرك انت خوش مخرجه طبعا اوكي استمر استمر وصلنا لكم لختام حلقتنا من برنامج خوش حكي اللي يجيكم على يوتيوب فيسبوك انستغرام كل خميس انتظرونا بحلقه جديده وفقرات منوعه ومختلفه من برنامجنا خوش حكي هنا راح نقول لكم في امان الله خوش حكي احنا نحكي